يتجول محمد في أحد أسواق العاصمة الجزائر بحثا عن بعض السلع الأساسية اللازمة والتي لم يعد بعضها متوفرا، حيث تشهد الأسواق زيادة الطلب وتراجع العرض، ما تسبب بارتفاع الأسعار قبل أيام من شهر رمضان. أنا نقدر يعني بريبارو لعمرنا إن شاء الله، وكان زيادات في شوية الخضرة والديسير تاني كان يشوف فيها كما اللحم الحمراء واللحم البيضاء، وحتى الزيت راهي شوية تعرف حتى السومة ديالها مرفوعة الله يبارك، حتى يكون عندهم مدخول ديالهم ضعيف ما ينجمولوش. يشكل ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة عبئا على الكثيرين، وتحديدا متوسطي الدخل في ظل تراجع المداخيل التي تسببت بها جائحة كورونا وما يرافقها من إجراءات. احنا العام الغلام جانب الدجاج ما تهدرش، الزيت ما تهدرش، اللحوت من الخضرة ما كاش وين نهربوا، يعني تهرب للخضرة غالية، تهرب كيما نقولوا اللحوت غالي، الدجاج ما تهدرش، اللحم فهمت ما كاش حاجة اللي كيما نقولوا المواطن يهرب ليها. والغلا ماهوش قضية رمضان ولا الغلا، راهو على العام. كاين الناس عندهم ايادي ويلعبوا في الاسعار هذه، كاين الناس يتحتكر المادة المطلوبة في السوق اللي تشح في السوق في شهر رمضان، هذيك يلعبوا فيها، هذيك هما كيجي رمضان يبقاو يزيدوا لها. ورغم تأكيد الحكومة وضع آليات لضبط الأسعار، إلا أنها حملت التجار مسؤولية هذا الارتفاع بسبب عمليات احتكار السلع الأساسية التي يمارسها البعض منهم، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. هذه القائمة تاع 52 منتوج تعطينا متوسط الأسعار عبر كل ولاية، وكي نشوفوا فيه ارتفاع غير مبرر، ارتفاع فاحش، ندخلوا يعني بصفة آنية المضاربة واحتكار، بالطبع راح تكون من طرف مهنيين أو شبه مهنيين، لأنه ما فيهش نزاهة وشفافية في المعاملات التجارية، هذيك احنا نحاربها ونتصدوا لها بقوة القانون. ويرى مراقبون أن التضخم في الجزائر وما رافقه من تراجع في سعر صرف العملة المحلية مع العملات الأجنبية وتراجع الاحتياطي انعكس على السوق المحلية من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للكثيرين. السياسة الحكومية أكيد كلها تأثير مباشر على القدرة الشرائية، لا سيما قانون المالية الذي نص على انخفاض في قيمة الدينار أو ينص على الامتيازات الضريبية. فاليوم أيضا أثار جائحة كورونا لها أثار مباشرة على القدرة الشرائية، لأن فقدان كثير من مناصب الشغل أكيد سيؤثر على القدرة الشرائية لأي مواطن. أوساط اقتصادية طالبت بإلغاء بعض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على عدد من السلع الاستهلاكية الأساسية لضبط ارتفاع الأسعار. وتزداد مخاوف الجزائريين من تدهور الوضعية المعيشية والاجتماعية في البلاد جراء موجات الغلاء المتتالية وانكماش الاقتصاد بفعل عوامل متلاحقة منذ بدء انتشار فيروس كورونا. نريم قداش، الحرة، الجزائر.